بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ده المقطع الأول من طريقة عمل مائدة الرحمن أو قرصة وحمرين نشتغل عليهم في الورش، أو ممكن تتعمل مكتب عن الطريقة التجريدية أو الفن التجريدي بحيث إن هي بتشطب أسطر، وممكن تعمل مكاتب ويرجع يتعمل قطعة زي الكومودينو كده بدرج، أو قطعة أدراج تحط تحتها وتشتغل كفن تجريدي مكتب. احنا قطعنا خشبنا، عملنا طول الحمار أو طول الجمل أو القطعة اللي هنحط عليها 90 سنتي، وعملنا النقر زي ما انتم شايفين بالصورة كده من أول تحت لحد النقر كده 25 سنتي، وعملت اللسان اللي فوق، وقطعت انا عملت عرض الحمار ده 80 سنتي، وعملت طول القرصة 2.25 متر، وزي ما انتم شايفين كتبتهم زي ما قلت المقاسات اللي كتبتها واتنقرهم، وفي الاول خالص مشيناهم مسحناهم عربوه وخدناهم وش وحرف وبعدين دخلناهم، ودلوقتي هنبدأ نلمهم كما هو موضح بالشكل غير كويسة كما هو موضح بالشكل تمام. وعايز اقول ان احنا الحمارين دول او الجمالين دول يتعاملوا مقاس 90 سنتي عشان يكون وسط بين القعدة انه يتأكل عليهم وبين ان هو يتم التجهيز عليهم. بس لو ماك بنك في ورشة هيتعمل من 95 لمتر، ولو هيتعمل حضراتكم مكتب زي ما انتم عارفين هيبقوا 80 متر. ده من غير زي ما هو وضح بالشكل كده، انا حتى الاخطاء هحاول اجيبها في الفيديو برضه عشان كلنا نتعلم منها مع بعض. انا قسمت الفيديو ده لمقطعين علشان خاطر ما يبقاش كبير، وان شاء الله هعمل المقطع الثاني في الاي اللي فوق الفيديو على طول ان شاء الله. اتمنى يكون شرحي نال اعجابكم. انا جبت الخشب بصل ونص في 6، قطعته على الأطوال وشقتها النص زي ما قلت لحضراتكم، مسحتها وشوحها في عبابوب وبعدين تخنتها، ومسكت الأوايم اللي هي التسعينات كتبتها من تحت على 25 سنتي وكده. يا جماعة الأولاني ده أنا كنت ظبطه على الزاوية، هبدأ أظبط التاني عليه بالظبط هو إيه وهثبته تمام. بشبكه مسمارين مدبس كده من الناحية التانية، وان شاء الله اي استفسار من حضراتكم ركب ان شاء الله تكلموني على الواتس، هيبقى في اسفل الفيديو، واتمنى يكون الشرح نال اعجابكم. كده هبدأ اصمم المسامير عشان اقوي. ان شاء الله في الفيديو التاني هيبان بقى ازاي عملنا القرصة وطريقة تجميعها وطريقة تجميع الحمرين مع بعض عن طريق المفصلات والشنكل، وان شاء الله هنبين المسافة اللي تحت كانت قد ايه. هبدأ احط ورق بينهم من بعض عشان ما ينشفش. انا يا جماعة اللي خلاني عليت من تحت قلت عشان لو حبيت في اي وقت اللي هما 25 سنتي دول السؤال، حبيت في اي وقت مثلا اقصر اعمل يبقى انا في الامام، بس ان شاء الله هو مش فيها تأثير ولا حاجة، ولا ارتفاع 25 سنتي مناسب. ودلوقتي انا بمسحهم بصنفهم صنفرة سريعة كده بالصاروخ عشان لسه بركب لهم زوي ان شاء الله زي ما هيبان في الفيديو التاني ان شاء الله. وحبيت برضو زي ما قلت لحضراتكم اقسم الفيديو لقطعتين كده عشان خاطر الناس اللي معاها باقة والكلام ده ما يبقاش تقيل على التليفون، عشان مبقاش ايه طول على حضراتكم. وان شاء الله رب العالمين هعمل المقطع تاني في الاي فوق ان شاء الله. والسلام عليكم.